بسم الله الرحمن الرحيم. معانا عربية اس اي تي موديل 2015، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظها لصاحبها ويبارك له فيها. العربية طبعا ما فيهاش ابل كار بلاي، فاحنا جبنا لها جهاز الكار بلاي على الشاشة الاوريجينال بتاعة العربية. زي ما حضراتكم شايفين الموبايل واصل معايا هنا وايرلس، مفيش حاجة واصلة عليه، وشغال معايا على الشاشة الاصلية الكار بلاي بكل الفيتشرز بتاعته. بقدر افتح اي ابلكيشن بما فيها جوجل مابس واحط لوكيشن من على الموبايل او من على العربية واتحرك عليه عادي جدا. الكاميرا الخلفية اوريجينال في العربية، بمجرد ما بجيب الريفرس اللي بيجيب لي صورة الكاميرا، برجع تاني بيرجع على الابل كار بلاي. سيستم العربية الاوريجينال موجود زي ما هو، في اي وقت بنقدر نرجع له، ملناش اي علاقة بيه. نرجع تاني للابل كار بلاي. من ضمن مميزات الجهاز كمان هو بيشغل لي فيديوهات من الفلاشة وبتشتغل معايا حتى والعربية ماشية. اخر خاصية معايا في الجهاز هي السكرين ميرورنج، بقدر اعمل ميرور من الموبايل على شاشة العربية، اللي بشغله على الموبايل بيشتغل على شاشة العربية، واللي بيلف معايا على الموبايل بيلف على شاشة العربية. نرجع تاني للكار بلاي، هيكونكت معايا على طول. اشكركم.